بل أيضا تسهم في حد
عدد من المشكلات السيكولوجيه في الواقع المعاصر. وضرب امثله عديده من محافل وسبب العظم، خاصه من قسم منها العلاقه بين تربيه الاطفال ونموهم وتطورهم الادراكي، اثر العقاب البدني على الاطفال، العلاقه بين مستويات القلق والادراك الذاتي، تاثير العلاقه الايجابيه او السلبيه بين الوالدين هما اسماءها التربيه واسماءها السيكولوجيه السيكولوجيه، تاثير هذا الامر على سلوكيات اطفالهم وامثله اخرى. واستغرب وفي نفس الوقت فقد شارك في اعمال مختلفه ذات طبيعه عمليه خاصه في المجال الكلينيكي، مثل تاثير العلاج الادوي والتنفسي على تخفيف كميات السكر التي يتعاطاها الفرد لما يكون كثير. وكذلك الاضطرابات النفسيه لدى الاطفال في معسكرات النازحين، التدخل النفسي لتحسين الصحه النفسيه لدى النساء المتزوجات المصابات بسرطان الثدي. إضافة إلى كل ذلك، فإن نشاطه البحثي لم يقتصر على علم نفس النمو وعلم النفس وعلم النفس التربوي، بل تعدى ليعالج قضايا اجتماعية مثل تأثير انفصال السودان عن شماله وتكوين دولتين منفصلين مسرتين. هذا التأثير على المواطنين عامة وخاصة مع طلاب الجامعيين. ولعل موضوع المحاضرة اليوم بالذات تحت هذا المجال، انا اود باسم جميع المهندسين ضغط البروفيسور بدايه الطعام على حصولي على هذا الشرف الرفيع وادعوكم الى
ايضا الصوفيه هنا التعايش لا يعني الذوبان او الانحاء القسري للاختلافات والتوازنات او التفكير، يعني وعي كل الناس بهذه الاختلافات مساله اساسيه، يعني ببساطه شديده الاعتراف بحق الاختلاف وواجب المساواه والتعاون وفقا لذلك، الا انها اصبح في دوامه لن يقنع احد بالعيش بكرامه في هذا الوطن المتواضع. المواطن السوداني ناتج عن التفاعل الاجتماعي بجميع جوانب السلوك، فاثناء ما نحن نتفاعل بنكون افكار تجاه الاخر المختلف المشابه لنا بالنوع بالفكره بالطرق بالقصص، بتكون في زي ستيريوتايبس انماط بنحطها جوانب بنضع فيها الافراد اللي بتبقى مشكله كبيره. فجوانب السلوك، جوانب السلوك في جانب اجتماعي المعايير اللي علاقه بالتفاعل العادات والتقاليد في جانب مهم، الجانب الجسمي اللون الطول شكل الشعر طوله لون الشخص، الجانب العقلي الفكره اللي نحملها عن الاخر، والجانب الانساني عندما يقرا تلك تفاصيل الدراسات الموضوعيه المتعلقه بالقبول الاجتماعي في اثناء التفاعل. وربما تعمل هذه الورقه على استثاث افكار العلماء للعمل على تدعيم محتوياتها قبولا رفضا او تعديلا من حيث وجده هذا البلد وسلامه الاراضي. حتى الثانية إنتاج وسائل إنشادية، يعني حتى لما نتكلم ومفاهيم اللي يمكن أن تعمل على تصحيح مفهوم الآخر، وأنا في أثناء يعني بحثي في إيجاد أرضية يعني يشترك فيها الجميع هي مسألة الأسد وليس القبيلة. وصباح اليوم يعني طلعت في جريدة الصحافة خبر مفاجئ إنه في 45 شخص قتلوا و45 جرحوا في مواجهات قبلية بين السلامات والمسيرية قرب زالنجين نزح من هذا الكسر وتشرد وما إلى ذلك. طيب الحاجة الثالثة إيجاد واقع فعلي وعملي من أجل التطبيق نحو التعايش السلمي بين جميع أطياف المجتمع السوداني من أجل توفير العناء والألم ورد الدين على هذا الوطن بالأفكار العلمية التصحيح. المنهج الذي اتبعته استقرت منهج تحليل المحتوى صار و اوردته للاتي. اولا كمعلومه عامه انه هذا القطب يتوسع او يشترك فيه مجموعه كبيره من الثقافات التي تعبر عن نفسها بحوالي 750 وحده اجتماعيه قبليه، وقد يقل هذا العدد باختصار الجنوب. ربما يمثل هذا التنوع خطاب لإبراز الصراع بين هذه المجموعات المختلفة، وذلك للتنافس على الموارد الشحيحة المتوفرة إليه. من أبرز العوامل يعني اكتسابها مع ذوق الأعلى أن تحرك هذه المجتمعات نحو النزاع والكف شح الموارد، وبالتالي الصراع حول الماء والمرعى والطرد وامتلاك الحيوانات، وبالتالي وجود هذه القبائل بهذه المفاهيم الخام دون إدارة واعية مهنية من قبل الدولة قد يجعل عرضة للصراع والقتال مستمر. مثال لذلك قامت في الفترة من 2030 إلى 2008 أكثر من 33 حالة صراع قبلي في مختلف مناطق السودان، وتحديدا مئات بنقول آلاف الأشخاص، والتهمت عدة مناطق حربا مع مركز الحكومة الخرطوم منها على سبيل المثال دارفور والكردفان والسودان والنيل الازرق، بالرغم من ان بعض مناطق الصراعات قد اخذت مسارا عرقيا، الا ان النقطه الاساسيه للتنازل يكون حول النفوذ الاداري والسياسي ورفض الهيمنه من قبائل محدده. يعني حتى في الممارسه الحاليه المحاصصه لعب دور كبير جدا في توزيع كثير جدا من المناطق، ودي في تقدير الشخص بيؤجل الصراع ويزيد صحيح بيهدد ويستمر لكن ما يزيد المشكله. ايضا السودان يعني برضه قال وقتها الفكره انه في 126 قبيله مشتركه مع الجوار مع مصر في قبائل نوبيه بشاير والعبابده، اريد ايضا توجد مجموعه من القبائل. هذه القبائل يعني مجموعه عدد
أبناء هذه القبائل الأولى حوالي 10 مليون نسمة، يعني السودان متعدد الثقافات والخصوصيات والقوى والمفاهيم حتى مع غيرها. طيب، برضه في قضية مهمة جدا أنا دائما بنزل لها وإن شاء الله مدير الجامعة والناس في الجامعة والمهتمين والمسؤولين بسرعة، إنه نقطة أساسية في مشكلة نحن زينا في زي قطيعة مسلمة ودائما بين السلطة نقول الحكومية والسلطة التنفيذية أو السلطة الحاكمة. كثير جدا من الناس يمارس ويمارس السياسة في جزء من الموروثات الأسرية أو مظهر فردي للشخصية، يعني لما يجي الرئيس كأنما هو دائما يعمل إصلاح تام أو هو واحد من الأسر اللي حكمت السلطات لأزمنة بعيدة دون رؤية واضحة لتجميع هذا الكم المختلف كده. النزاع بين الشمال والجنوب استمر لأكثر من 50 عام ويعتبر أقل خطورة من نزاع دارفور التي بلغت مستويات داخلية وخارجية لست أعوام ما لم تبدو حرب الجنوب في 50 عام. هذه المسألة عملت على تدبير القاعدة الاقتصادية الإنتاجية تفوقت المنظمة المجتمعية من أسرة كبيرة وبراءة، أيضا تفكك التماسك الاجتماعي منظمة الإدارة حتى النزاعات والضغط الإجتماعي، كلها كانت مميزة لذلك المجتمع الدارفوري، ولكن بوجود هذه التسعة في جنوب كردفان كل هذه المسائل ذهبت أدراجية. تلك نزاعات السودان الراهنة يعني أسست هذا البلد صراعات دولية بين الشمال والجنوب أصبحت جهوية داخلية كما في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان مظبوطية كما في جزيرة رأس شمال السودان وشرق السودان المثنية كما في كثير من مناطق السودان. يعني كأنما نحن في حالة نزاع متصل. طيب شلون نخلي المسألة دي بهذا الشكل؟ مشكلة السودان عبارة عن مشكلة نفسية اجتماعية معقدة. معظم القبائل اللي تحكم حتى بالمناسبة المتعلمين مننا بشكل من الأشكال هم أو في زمن طوال الواحد بيرجع للمفاهيم بتاعت القبيلة مهما ارتقى في يعني ما هو كل الناس لكن عدد كبير جدا منه. معظم المجموعات السودانية عبارة عن قبائل بسيطة بتعتمد بشكل أساسي على الزراعة ووسائل بدائية ورعي أيضا عقلية تقليدية تطوع قبلي عشائري لم يرتقي حتى الآن لمفتاح حضاري فيما يتعلق بالزمان والمكان. يبدو هذا النوع من العقليات صعب جدا إن أنت تغرس فيه كثير، يعني ما مستحيل لكن صعب إن تغرس فيه المفاهيم التي علاقة في التعاون واللي علاقة في التدافع بين مختلف الطبقات. أيضا الشعوب التهميش بالنسبة لهذه الرؤية سبب الأساسي فشل الانصهار الاجتماعي والتصارع بين مختلف القبائل المكونة من نسيج السودان، وربما أدى ذلك لشعوب بعض الانتهاك والمسألة بتاعت استعلامي فكرة من دولية في الشغل في دائرة عرق ضئيل لم يشبع إحساسهم بالمساواة والإحسان بكامل الحق في التدافع والتعايش مع مختلف الفئات، طبعا المحمل كان ممكن وتطفي نيران الجريمة. في عامل رئيسي أدى لعقد الانصهار الاجتماعي بين القبائل السودان المختلفة وما يعتبر أهم من الاستعلاء ذاته وهو طبيعة وضع الوضع في المجتمع. يعني أي أسرة تعتبر أنه بدأ عبارة عن حتى بعد زواجها بالنسبة لهم كده يعني تمثل قيمة معضلة أسهمت في صورة المصورة ودرجة من الدرجات في قبل عدم التفاهم بين القبائل المجتمع. زاد العامل العنصري في القلة وتراكم أو تراكم القبلة الاجتماعي الشرح النفسي نتيجة من تراكم التاريخ اللي علاقة بعهود الربح ذات بالتأكيد مشكلة اجتماعية عويصة بقت مدخل لكثير من الناس زي ما حنجي نشوف بعد شوي. ما يحدث في السودان هو عبارة عن مخطط بيروي لتقسيمه لعدة دول تشهد إمكانات هائلة، وإن هذا الأمر بدأ بجنوب السودان بالتركيز على مجموعة صفوية صغيرة منتقاة، يعني مجموعة من الناس بدلوهم بدلوهم واستفادوا كثير جدا منهم باختيار معين. دعمت هذه المجموعة بالتعبير والمال وتم تقويتها سياسيا عشان تصبح القيادة النقومية.
فقد نجح هذا الامر في جنوب السودان وجاري تنفيذه في بقيه انحاء السودان. عندي برضه واحد من الحاجات، وطبعا ده ناجم عن مجموعه من السلبيات الداخليه اللي هي بتمثل العنصر الاخر. لما بعرض بسيط بتليفون بسيط يقول لك يا اخي خدي جامع تاكل قوم يلا انا خطر امشي. لما انت الناس لسه قاعده تفتش في الحل شنو؟ الحل الفردي وتطلع، وده برضه مظهر من المظاهر اللي بتدلك على انه الروح المعنويه الموجوده بين الافراد اللي هو الاساس الانتجاب والسمه المسابقه بالعمل والتمسك بالرسل وقيم الجماعه، دي واحده من الحاجات الهشه جدا والقابله للنشاطات الجاي. انا حقيقه لانه الهوى الناس كله هو هوى اسلامي، فحبيت انه بسرعه كده نحن نشوف المساله دي الى اي مدى هي مطبقه الان او طبقت في اي وقت من الاوقات عشان تبقى معيار يمكن ان نتحاكم عليه. والكثير من الايات الاحاديث الشريفه عملت على تحقيق التعايش السلمي والقبول بالاخر، بل من التعاون البناء وسط المجتمعات، والمساله دي كانت واضحه في المجتمعات السابقه. المبدا الاول الإقرار بالاختلافات القومية والدولية والفكرية والدينية والعملية، ودي بيعتبروها شكل من أشكال سنة رب سبحانه وتعالى وآية من آيات الأخرى. المبدأ الثاني سنة التدافع لله تعالى وسنة الدفع التي هي حبوب مطلق، يعني ما في أي تصرف مهما كان إن أنت تأذي شخص من الأشخاص بالكلمة بالفعل بأي نوع من الأنواع ما لم أنت حر ما لم تضر. وحدة الأديان السماوية في أصولها ومنزلة الواحد. أيضا احترام النفس الإنسانية حية أو ميتة ولو كانت غير مسلم، وفي نصوص وفي ما يؤكد ذلك. عدم إكراه أحد على الإسلام ولو كان ولدا لأبيه المسلم. أيضا أن القصد في الإسلام بعد الظهر. مبدأ العدل والقصد للجميع مهما اختلوا في الفكرة. أن الحوار الأصل هو الأصل في حد المشاكل والتعامل. عدم تعميم الحب في الإسلام على الآخرين. مبدأ توسيع دائرة المشاركة بين المسلمين وغيرهم لتشمل الجميع حتى الملحدين. مبدأ أن الجهاد لأجل الحرية الدينية. مبدأ أن القتال هو آخر مراحل الجهاد. مبدأ أن وقت الاختلاف بالتعارف لا القتال. يعني أي اختلاف هو إفراغ، هو شكل من أشكال الزيادة. هذه الأسس الفكرية والعقدية الكثيرة بتؤثر بلا شك في سلوك المؤمن للدفاع نحو السلم، التعارف والتعايش وقبول الآخر. يعني دائما الأفكار، دائما التأمل، هنالك النزول للخروج بالنفس. طيب أنا عشان أستعين على آخر، ما هي الشروط التي ينبغي أن أتوفر للآخر حتى أنا أكون شنو؟ يعني عندي ألفة وعندي كذا. طيب، يكون الآخر احتماليا. من الاحتمال اليوم في السودان؟ طيب، يكون الآخر متخذ لحلول من خلال طروحات غيره. أي حد بيحله من خلال طروحات غيره. بيكون فكره خامي غير قابل للتطبيق. يكون غير متفهم لدوره او لمسؤوليته. ما فاهم يعمل به. مختلفا عن ثقافته وعن مجتمعه. كابر الى الثقه في نفسه ومنهزما نفسيا. غير امن وعاجز عن بناء حضاره. غير متوافق نفسيا لتشويش هويته. هل هنالك في السودان او في هذه البلاد توفر فيها هذه الشروط حتى يبقى لها الاستعلاء؟ من يعني ممكن الطريق انك انت تحقق له اي سبب من الاسباب. طيب اتكلم عن حاجه ثانيه مهمه، واعتقد انها مساله غايه في الاهميه، هي مساله زوجة النقاد العلمي. نحن عرب ولا نحن شنو ولا غير عبيد ولا غير حلف ولا يعني هذه الكلمات المتداوله بشكل مزعج جدا وسط. طيب طبعا زي ما قلت قبل شويه انه ما في واحد يقبل انه يعامل باي نوع من انواع العنصريه، ولا يجب ان يقبل، لازم لذلك حال الانسانيه والارقى ولارقى قيمها وايجابياتها. ان التصدي لهذه الممارسه العنصريه واجب مقدس يجب ان ينهض به الجميع. يعني حتى في داخل حتى الحوار الداخلي. طيب دائما ما يكون الامر
المتعلق بالاعراب والاجناس معياري للتصديق بالكتب المسؤول عنه. حكى جماعه واحده من الحاجات اللي احنا نتكلم عنها بشكل متصل. اول ممنوع من التصريح به من باب ان الامر ينطوي في الهشاشات على كثير قرارات ومعايير لها دلالات على الواقع الاجتماعي بشكل مباشر. في معهد الاتحاد البحوث المتوطنه دكتور منتصر وهشام يعني بدراسه علميه يعني عبر على هذه الاسطوره النقاء العرقي حامي ما بين الابيض او بين البيض والسود، كما تزعم ان حساب السودان بعنصر راس واحد ليس صحيحا من ناحيه علميه، ولكن ربما لاسباب ثقافيه او سياسيه استنادا على نتائج استخلاص الحمض النووي لعينات عرقيه اثبتت خلالها ان الشجره الفرنسيه متنوعه العلاقات الجينيه. يعني الشجره الفرنسيه بتعدي نحن في مجتمعنا السوداني الوسط وكافه اطرافه هو ما جاء من حته واحده. ليه؟ المحصله ان السودان وضع الاقتصادي الحالي وامتداد تاريخه من الماضي الى المستقبل ليس فيه عرق صادق يرجع لمدينة بعينه، وكلما يقارن عن مقاومة العرق أو الأعراق هو ضرب من التوهم ولا استحنى ولا القامة أو تقاطع الوجه تدل على مقاطع. يعني أي نوع من النسبة الشرعية سبب تالي، لكن ما عنده تنظم بدون بالعرق وما إلى ذلك. يبقى لو نظرنا للسلوك سبب من داخل المجموعات السكانية وناخذ منطقة الوسط بس منطقتنا ناخذ منطقة الوسط كمثال وأقصى عدد الختان كنموذج للسلوك السباقي، لنجد أن هذه العادات تزيد لهذا زيادة النيل هو طقس فرعوني ربع الحرة يعني الغنى الغنى الإنسان الحرة يعني بدون بدالة ولا بدون حاجة عشان الضحايا والغنى طبعا في الغنى وهي دلالة على بلوغ الرجول في عادة غيرية الضريرة والدهن وخاتم الدم عادات مسيحية الهلال والصحة تطقوس إسلامية يعني وبالمناسبة كثير جدا من العادات والممارسات اللي بنمارسها لها علاقة بهذا الفرق. ثم ماذا؟ طيب يمكن واحدة من الحاجات اللي في تقديري بتحل كثير جدا من المشاكل اللي هي عشان نبلغ أقصى درجات القبول بين أفراد المجتمع الواحد عن طريق التساوي. دي واحدة من الحاجات اللي بتحل لنا من كثير جدا من الإشكالات واللي بتعمل على القبول والقدر الآخر في شراكة حب وأسرة ورفقة ومركز اجتماعي وإنجاب الأطفال وإحساس بالأمن والسلامة، وبالتالي يكون الزواج فعلة اجتماعية مؤثرة في تحويل التقاطعات الثقافية والفرع الثقافية إلى مسارات آمنة. فلتختلف القبائل طالما هنالك أسس شرعية وأسس متوفرة. طيب ليه تعلم السن؟ أنا بقول لا تعلم بالتربية سهل بشرية. طيب ملايين القتلى والجرحى والأسرى والمفقودين والمعوقين والمشوهين والسجناء من المدنيين والعسكريين مقابل قضايا سياسية ما بتساوي مثقال ذرة مقابل هذا الهدر البشري النفيس. يعني أم أو أب أو أي شخص بيموت لأسباب سياسية دون تحقيق مراميها ليها علاقة بمسائل الحفاظ على النفس والعرض وما إلى ذلك يبقى ما بيساوي أي شكل من أشكال هذا الهدر الكبير. المسائل الاقتصادية استنساخ الموارد بزايد مع انتقال الهجرة من الريف، ولاحظوا الواقع اللي احنا عايشينه الآن في الحروب واستعمال المال انك تعتمد الواردات خاصة النقل وارتفاع حركة التجارة بزايد نسبة التضخم سوء الخدمات العامة والمرافق ارتفاع معدلات الفقر والبطالة والإحساس بالحرمان وحدوث الدمار وخراب المؤسسات والممتلكات والبنيات التحتية والدفاع تكاليفي عن الإعمار. يعني بعدين حتى بعد ما عملنا الجوال ده كله لما تدمير النسيج الاجتماعي تقسيم المجتمع الى قبائل والجميع يعني المحاصصه والحكم الفدرالي يحصل كله بيأثر بهذه الاشياء. الاعاقات الجسديه والنفسيه بسبب الاسلحه والارقام الارضيه، الارامل واليتامى والمشردين والمتسولين، فقدان مصدر الرزق، تحول اعداد كبيره من تجيب الريف من اعتماد على ذاته الى تلقي الاقاصات والمعونات، تولد روح الانتقام والكراهيه من مكونات المجتمع، السكر العشوائي في المعسكرات وانتشار الامراض، انهيار العلاقات الاجتماعيه والتماسك الاجتماعي والعائلي والاسري.
يعني اجتماعيا فقط أد ما بعد ذلك الآثار النفسية الدعم والخوف وتذكر ما مر الموت والجثث واللحظات.